أرى من وجهة نظرك أي إطلالات للنجمات بختام مهرجان ألبونا كانت الأسوأ؟ طبعا ما فينا غير ما نبلش مع رانيا يوسف. اول شي الفستان كان عبارة عن برادة ملبوسين، بس كان مقصوص على الصدر تيبين انه هو بلا كمام. الاطلالة كانت كتير بشعة، زيادة عن هيدا وكله كانت جايبة مع بنتها هالمرة لتصير الجدل الزيادة، كانت ملبستها فستانة تبع هيديك السنة اللي لبسته على مهرجان القاهرة السينمائي. ما بعرف شو كان المغزى من ورا انها تلبس بنتها هيدا الفستان، كان مبين على بنتها كمان تشيب بمحل من المحلات، كمان مؤخرتها كانت فاتحة ومبينة كتير. إلهام شاهين ما في أقول عنها غير إنه كل يوم كانت من سيء إلى أسوأ إلى أسوأ. اليوم حسيتها جاية تعذب بحدا لا سمح الله على الريد كاربت، التنسيق بالفستان تبعها كان كتير بشع، الشعر هو شعر إلهام المعتاد، الميك اب هو الميك اب المعتاد، حسيت العقد اللي كانت حطته كان زيادة بس تنخبي شوي من الفستان اللي لابسينه، بس كنت بتمنى عليها انه يكون في تنسيق اكثر بالفستان اللي هي لابسته. الهام لانه هي من الايقونات الكبار، فمنحب نشوفها نحن من الفنانات اللي لابسين اجمل شيء على الريد كاربتس. اطلالة بشرى كمان كانت من الاطلالات البشعة كتير صراحة، كنت بفضل الفستان يكون مقصوص على منطقة الصدر بطريقة أجمل، تكون الرسمة تبع الصدر غير، لأنه حسينا أنه الرسمة والقصة غلط. عدا عن هيدا وكله البطانة تبع الفستان كان لازم يكون طويل، كان لازم يكون بطول الفستان، هيدا القطشة بين البطانة وقماش الفستان بتقسم الجسم من قسمين، وما كان عاطي أبدا شياكة وجمال للفستان تبعه. فكنت بتمنى عليها أنه تكون كانت شغلته للفستان بطريقة أجمل من هيك بكتير. إطلالة بوستي صراحة كانت حلوة ومش حلوة، شعرها كان كتير حلو، حبيت إنه استغنت عن الغرة الكثيفة على عينها، الميك اب كان كتير ناعم ولبقلة ومزغرة، الفستان صراحة كان حلو ومش حلو، الجزء الفوقاني تبع الفستان كان حلو، القماش اللي كان محطوط على الصدر كان يا ريت كان من لون قماش لون بشرتها هي، بس الفستان من الميلة التحتانية كان كتير بشع، يعني بحسها على طول بوسي حاملة هالتريات وماشي، حاملة هالأوفر ويت من القماشات وماشي، يا ريت تعمل شوية سامبلسيتي تمشي مع الترند أكتر بالفساتين اللي هي بتلبسهم. رزان مغربي صراحة رزان ما بعرف من وين بدي بلش، إذا بدي بلش من الفتحة ولا من الخصر ولا من البطن، يعني كانت إطلالة أوفر. عدا عن هيدا وكله كانت لابسة ماش بايات، ف فتحة وبايات وبطن مفتوح ما كان في كتير تناسق. شعرها كان كتير حلو، أنا كتير بحب عباوة شعرها لرزان، بس للأسف الميك اب اللي كانت عملته هالمرة رزان كان كتير مكبرة، كان مبين عليها التعب والتقدم بالسن. رزان أنا بعرف إنه الميك اب اللي هي بتعمله أجمل بكتير من هيدا اللي هي بتعمله، دوماج إنه هيك طلع الميك اب وهيك طلعت الإطلالة تبعيتها. الصدمة الكبرى لإلي كانت أصالة على الريد كاربت، يعني الصراحة أنا بعدني لهلا عم بسأل حالي وأقول وين الإبهار اللي بتعمله أصالة؟ وين نيكولاج برانو أصالة على الريد كاربت؟ وين الفساتين الحلوة اللي بتلبسهم أصالة على الريد كاربت؟ حسيت أصالة جاية فرض واجب على المهرجان اليوم، حسيت إنه هيك شو لقيت بالخزانة عندها لبسته وحطت هالسانتيرو وإجيت. أصالة يا ريت عملت الشغل وإفار الزيادة على الإطلالة، الإطلالة كانت كتير بشعة، الحمد لله شعرك والميك أب كانوا حلوين، بس التياب اللي كنت لبستيهم ما كنت موفقة فيهم أبداً أبداً أبداً. ريم سامي كانت مجربة تعمل إطلالة هيك تكون مهضومة على سكسي على حلوة، بس ما كانت ظابطة معها أبداً. أول شي الفستان اللي كانت لبسته هيدا الفستان ما بيلبق لجسمها أبداً. تاني شي الكارديجان اللي كانت لبسته كان عبارة عن جوانح ومحطوطين على الكتاف، وهول الجوانح كانوا مخيطين ومعمولين بطريقة كتير بشعة وغلط. كنت بتمنى عليها انه يكون الشعر والميك اب مغطيين شوي على الفستان والكارديجان كانت لابسته، بس كانت زيادة طين بلة لانه كان لا شعر حلو ولا الميك اب كان حلو وموفقة فيه. فكرة فستانة لأروى جودة كانت مهضومة بس التطبيق كان غلط، حبيت السيثرو على الصدر كتير، بس الكم كان مقصوص غلط لدرجة انه كان صدرها طالع لبرا منه. الشق تبع الفستان كان مهضوم بس كان فيه ينعمل كمان بطريقة أجمل بكتير من هيك. كتير حبيت التنسيق تبع الشعر والميك اب والحمرة الحمرة مع الفستان البيج والأسود،
بس دعان انه تنفيذه للفستان كان معمول بطريقه كتير غلط وكتير بشعه. سارة حناشي، من وين بدنا نبلش بفستانها؟ اول شيء كمامه كانوا كتير بشعين، الكمام كانوا معمولين على الفاضي، كان عجقه الكمام كانوا على الفاضي. قصة الصدر كانت كتير غلط، كان مقصوص ومخيط بطريقة سوبر بشعة. الفستان من تحت كمان كان مقصوص بطريقة غلط. الشعر ابدا ما كان متناسق مع الاطلالة. الميك اب كان بعد ابشع من الشعر والفستان. دعان هيدا الشغل كله، دعان فكرة الفستان كان كأنه معمول فكرة، بس تطبيق الفكرة كانت غلط كتير كتير كتير، وكان كتير بشع تطبيقه. منا شلبي فينا نقول عن فستانها انه الفستان كان لبسها مش هي كانت لبس الفستان. اول شي فتحة البطن حسيتها على الفاضي، الكم تبعه كان فيه شوية شغل، كان مهضوم، الكم اكم لا كمان كان عاطي شوية شيكة، بس الفستان ما كان عاطي قيمة على الريد كاربت. الشعر كانت شوي موفقة فيه، بس الميك اب ابدا ما كانت موفقة فيه، كان مبين الميك اب كتير حزين، كان مبين لوجهه تعبان كتير، بحس انه كان الميك اب كان معمول كتير بكير، كان لازم يكون مشغول بطريقة أحسن تيضاينها لآخر الليل وما يبين هيدا التعب على وجهها. فستان لداليا البحيري لونه كان كتير حلو، الجزء العلوي تبع الفستان والصدر كانوا كتير حلوين، بس من تحت حسيت هيدا القماش الزيادة الشيفون كان على الفاضي، كنت بفضل الفستان يكون قصير من قدام وطويل من ورا، كان عطى شياكة أكتر. الشعر والميك اب كانوا كتير متناسقين مع الإطلالة. مش عارف إذا فينا نحطها بخانة الموفقين أو المش موفقين، بس الإطلالة كان كتير بدأ شغل بعد. فاجأتنا اليوم الفنانة نيرهان ولبست جامسوت شورت ما بيلبق أبداً لجسمها، كان معرض لوراكة كتير، مش لابق لجسمها إليه. عدا عن هيدا وكله الكمام اللي كانوا معمولين كمام طوال أكتر من اللزوم، ما بيلبق لها لإلها، خصوصاً أنه هي طولها ما كتير بيساعدها، وراكة ما كتير بيساعدوها، الجامسوت كله ما كان مساعدها، فالكمام حسينا انه هي كانت جاية تكنس الحفلة وتفل.